ورجعنا لكم مرة تانية ونبدأ أخبارنا بنادينا الزمالك، ويعود اليوم باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك للقاهرة قادما من بلاده بعد فترة الراحة اللي حصل عليها عقب لقاء القمة، ويبدأ كارتيرون في وضع برنامج الإعداد للفريق في الفترة المقبلة في إطار الاستعداد لمباريات الدوري بعد التوقف الدولي. يستأنف فريق الزمالك تدريباته بكرة الجمعة بعد انتهاء فترة الراحة السلبية اللي منحها كارتيرون للاعبين، واللاعبة حصلوا على راحة لمدة 6 أيام عقب لقاء القمة الأخير. وفضل كارتيرون حصول اللاعبين على راحة بسبب التوقف الدولي لارتباط المنتخب بخوض مباريتين أمام أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم. الزمالك بيستعد للقاء الإسماعيلي المقرر ليوم 19 نوفمبر الجولة الرابعة من الدوري. الجهاز الفني للزمالك قرر عمل برنامج بدني خاص للاعبين بعد العودة من الراحة. كارتيرون منح اللاعبين راحة لمدة ست أيام بعد لقاء القمة، بالتالي من المهم عمل برنامج تأهيلي هيكون التركيز فيه على الجانب البدني لضمان حفاظ اللاعبين على لياقتهم البدنية. الزمالك مرتبط بخوض 3 مباريات في شهر نوفمبر، الأولى أمام الإسماعيلي ثم البنك الأهلي ثم سيراميكا. بيفكر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون في عمل معسكر للفريق خلال الفترة الحالية بعد العودة للتدريبات. كارتيرون بيفكر في إقامة معسكر لمدة 4 أيام بالكتير للفريق في برج العرب قبل استئناف مباريات الدوري بلقاء الإسماعيلي. كارتيرون مؤمن بفكرة المعسكرات في العموم، وبيقدر يوصل فكره للاعبين، ونتائج الفريق بتبقى أفضل قبل نهاية الدوري في الموسم اللي فات. يعني قرر كارتيرون ان هو يعمل معسكر مغلق في برج العرب، وبالفعل يعني ده كان سبب في نجاح الزمالك في التتويج بدرع الدوري رقم 13 في تاريخه بعد المعسكر. الجهاز الفني للزمالك بقيادة كارتيرون بدأ التفكير في إقامة مباراة ودية للفريق في المرحلة المقبلة لتجهيز اللاعبين لمباريات الدوري. وزي ما قلنا إن كارتيرون يعني بيدرس إقامة معسكر مغلق قبل لقاء الإسماعيلي، في تفكير بإقامة مباراة ودية في المعسكر المغلق، واللي منتظر لو تمت الموافقة يكون في برج العرب. بيخضع محمد عبد الغني مدافع الزمالك لبرنامج تأهيلي خاص في الفترة الحالية بالاتفاق مع الجهاز الفني. عبد الغني كمان بيحاول يكون جاهز للمرحلة اللي جاية من خلال أداء برنامج تأهيلي خاص استعدادا للمرحلة المقبلة، واللي هيكون فيها الزمالك مرتبط بأكتر من مباراة في شهر نوفمبر. عبد الغني من اللاعبين اللي حقيقي أثبتوا كفاءة كبيرة في الفترة اللي لعب فيها، وبيحاول كمان إن هو يثبت لكارتيرون قدرته على العودة للمشاركة في المباريات القادمة. قرر الجهاز الطبي بنادي الزمالك خضوع الإيفواري رزاق سيسي لاعب الفريق لفحص بالأشعة خلال الفترة المقبلة بعد العودة للتدريبات. خلال الفترة الأخيرة خضع سيسي لمجموعة من القياسات الطبية والبدنية للوقوف على مدى استجابته للعلاج وتحديد إمكانية عودته للتدريبات. سيسي مستمر في البرنامج العلاجي والتأهيلي منذ عودته للزمالك، حيث عانى من إصابة في الركبة. الأشعة اللي يخضع عليها سيسي بهدف معرفة آخر تطورات إصابته، بالتالي تحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي في المرحلة المقبلة. اتأكدت سلامة وجاهزية يوسف أوباما لاعب الزمالك بعد الإصابة اللي تعرض ليها في الوجه في لقاء القمة الأخير. وتعرض أوباما لإصابة في الوجه بعد تدخل من أيمن أشرف لاعب الأهلي في القمة أدى إلى إصابته. الجهاز الطبي اطمأن على سلامة يوسف أوباما ومنحه الضوء الأخضر للمشاركة في المباريات، بحيث أصبح جاهز للمشاركة في لقاء الإسماعيلي المقبل والمقرر ليه يوم 19 نوفمبر.
بيقود محمد عواد حارس مرمى الزمالك خلال الفترة الحالية برنامج خاص بالاتفاق مع أرتو أوليفيرا مدرب حراس المرمى بنادي الزمالك. عواد استغل فترة الراحة بسبب التوقف الدولي وأدى برنامج تدريبي خاص بعد التنسيق مع الجهاز الفني، وده للحفاظ على لياقته الفنية وكمان لياقته البدنية.